مباراة بست نقاط وبهدف واحد ووحيد الفوز من أجل إنقاذ الموسم بين مولودية بيجايا ودفاع تجنانتا. اللقاء لعب بدون جمهور وبدأ فيه الجد منذ الدقائق الأولى عندما افتتح بيسون باب التسجيل لصالح مولودية بيجايا عند الدقيقة السادسة. خمس دقائق بعدها تمكن الزوار من تعديل الكفة إثر كرة ثابتة نفذها بدقة بن ساحة مباشرة لشباك طوال. باقي وقت الشوط الأول سار في مجمله لصالح الموب بشن هجمات متواصلة ومتكررة فيما تمركز أبناء بغرارة في الدفاع. وحملت الدقيقة 35 الجديد بتوقيع هدف ثاني لمولودية بيجايا، حمل توقيع توري وكان بإمكان رفاقة طوال تعميق الفارق قبل نهاية الشوط عندما ضيع ظهار ضربة جزاء منحها الحكم عند الدقيقة 38. الشوط الثاني كان لصالح الزوار الذين أحسنوا تصحيح الأخطاء وتنسيق الهجمات، بالمقابل تراجع أداء الموب وتخللته بعض الهفوات الدفاعية خاصة والتي سمحت للاعبي دفاع تجنانت ليالي من إمضاء هدف تعديل الكفة مرة ثانية عند الدقيقة 73، تعديل أربك أشبال آلم ميشيل، بالمقابل أعطى دفعا إضافيا لتشكيلة بغرارة التي طمحت تحقيق التعادل على الأقل بالمحافظة على النتيجة إلى غاية نهاية اللقاء.